بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Dear brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is video number 57 about how to recite Quran in the proper way. And in this video, inshallah, we will review Surah Al-Inshiqaq. So let us start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك بك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. I will make sajda and return inshallah. Allah. Allah. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون
فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. May Allah reward you all إن شاء الله. See you بإذن الله in the next video. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.